أهلا بكم من جديد. لمناقشة تداعيات هجمات دهوك، عقدت الرئاسات الأربع في العراق اجتماعا مع قادة الكتل السياسية بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لبحث الخطوات القادمة. ووفق بيان حكومي، استعرض الكاظمي الموقف السياسي والميداني بعد الهجمات، مشددا على أن العراق سوف يتقدم بشكوى ضد تركيا إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وفي سياق متصل، طالبت بغداد تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق وتقديم اعتذار رسمي عن القصف الذي أودى بحياة مدنيين. وكانت الخارجية العراقية قد استدعت السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي للاحتجاج على الهجمات التي تعرضت لها دهوك وأدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المدنيين العراقيين. ومن بغداد عبر سكايب ينضم إلينا الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. أهلا بك معنا. وبداية، الخيارات السياسية التي أعلنت عنها القيادة العراقية، هل ستنجح بأن تمثل عامل ضغط حقيقي على تركيا لسحب قواتها من العراق؟ شكرا لكم على الاستضافة. أنا أعتقد أنها تمثل ضغط مثل ما أشرت سيدتي في فرضية السؤال، على اعتبار أن العراق لأول مرة ينتقل. هنا لم تتحدث بغداد الحكومة العراقية عن تلويح، إنما عن استكمال ملف لغرض الذهاب نحو مجلس الأمن الدولي لغرض استصدار قرار إدانة. وهذا بحد ذاته أنا أعتقد سيكون عامل ضغط كبير جدا على أنقرة بالتحديد، خصوصا وأن العراق يحظى بتأييد يعني المواقف الدولية وحتى العربية الداعمة لموقف العراق. أنا أعتقد أنه سيحرج تركيا بشكل كبير جدا، هذا من جانب. ومن جانب آخر، لا نتحدث فقط عن الخيارات السياسية التي مضت بها الحكومة العراقية، لكن نتحدث عن مستوى التأييد الشعبي للقرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية. هذا أيضا سيكون عامل ضغط كبير جدا على تركيا، خصوصا وأن الجميع يدفع هنا في بغداد نحو المقاطعة الاقتصادية والاعتماد يعني على دول أخرى، المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر، دولة الكويت، جزء من عملية التعويض. وهذا سيؤثر بشكل كبير جدا على تركيا التي تمتلك تبادلا اقتصاديا يعني بمليارات الدولارات. لذلك هناك استياء كبير، أنا أعتقد سيؤثر بما لا يقبل الشك، وستكون ورقة ضاغطة جدا على تركيا. نعم، يعني دكتور إحسان، تحدثت عن علاقة تركيا والعراق والتي يعني هي تسير إلى الأسوأ بحسب التفاصيل. كيف يمكن أن تنعكس الأحداث وهجوم دهوك على علاقة تركيا بدول عربية أخرى هي بدورها أدانت وشجبت هذا الهجوم التركي على العراق؟ أنا أعتقد أن الدول العربية يعني وفق البيانات التي دعمت العراق تتخذ موقفا، لا بد من الاخذ بنظر الاعتبار سيدتي طبيعه العوده العراقيه الى الحاضنه العربيه، طبيعه التعاون التنسيق ما بين بغداد، عمان، القاهره، وايضا طبيعه العلاقه المتناميه ما بين العراق من جهه والخليج العربيه من جهه اخرى. انا اعتقد انه يحتم بما لا يقبل الشك على استمرار هذا الدعم، ومن ثم الضغط على تركيا. تركيا هي بحاجة إلى المنظومة العربية أكثر ما أن المنظومة العربية بحاجة إلى تركيا، ومن ثم اتخاذ موقف مؤيد للعراق أنا أعتقد أنه يمكن أن يترتب عليه كثيرا، خصوصا وأن هناك دعوة لنقل هذه الانتهاك للسيادة، نقل هذا الهجوم الأخير على طاولة الجامعة العربية. ومن ثم أنا أعتقد أن القرارات التي قد تصدر بدعم عربي كبير بما لا يقبل الشك ستؤثر على طبيعة العلاقة ما بين الدول العربية بشكل. نعم دكتور إحسان، يعني لاحظنا مؤخرا تحركات تركيا الواسعة للتقارب كبير جدا بينها أو العودة لتقارب بينها وبين دول عربية كثيرة، منها مصر والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الأخرى. هل يمكن أن يؤثر حادث دهوك على تلك العلاقات وأن يكون هنالك حسابات جديدة مختلفة وموازنات جديدة مختلفة تعود بتركيا للوراء؟ إذا ما أدركت هذه الدول التي أشرت إليها، المملكة العربية السعودية، مصر، من أن
تركيا ماضية بذات السياسة الاستعدائية باتجاه الدول العربية، أنا أعتقد يمكن أن تعيد موضوع علاقاتها مع أنقرة بالتحديد. لكن بالنهاية أنا أعتقد أن الخطوة الأولى وهي رسالة، يعني طبيعة المواقف التي صدرت من هذه الدول أنا أعتقد هي رسالة تحذيرية إلى أنقرة من أن لا تتمادى بشكل كبير في التمدد، يعني أو ممارسة سياسات خاطئة تجاه الدول العربية. فبالتالي ننتظر الخطوات التي يمكن على أساسها تتعاطى تركيا مع هذه الرسائل التحذيرية من الدول العربية. بالنهاية أنا أتصور بأن حتى هذه الدول العربية ستعمل على إيجاد مساحة لحوار ما بينها وما بين أنقرة لغرض عدم انتهاك السيادة العراقية، وهذا مرجح من وجهة نظري. نعم، شكرا لك دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، كنت معنا من بغداد عبر سكايب.